السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا لكم حتى نكمل الموضوع اللي تحدثنا به في المرة السابقة عن استخدام آخر لبرنامج الهايدروبودي. اليوم سنتحدث عن الموضوع الذي يهمكم أكثر شيء. أكثر شيء يهمكم هو التطبيق المباشر العملي. أنت كمزارع زراعة مائية تريد تستفيد استفادة كاملة مباشرة من البرنامج، وأنا أعرف ماذا تريد لأنه أنا أيضا أريد هذا الشيء. طيب، إذا ما شفت الفيديو السابق شوفه، انظر إليه أرجوك، حتى حينما أتحدث أنا في هذا الفيديو راح تفهم ماذا أقصد. سوينا في الفيديو السابق شيء بسيط، يعني MBK واحد وطبقنا عليه. الآن أنا سويت قاعدة بيانات سميتها باسم كمال اللي هي هذه، وضعت BBM حسب تراكيز كوبر. انت تستطيع تغيرها حسب مرحلة نمو النبات، حسب نوع النبات، وحسب آرائك واجتهاداتك وحسب معرفتك. يعني لو تلاحظون الآن انا العناصر الصغرى ما وضعتها لانه انا ما اريد عناصر صغرى. الآن العناصر الصغرى انا سأضع لها، يعني اضعها في سي، راح يصير عندي اي وبي وسي. فأنا مثلا ما أريد الآن أشتغل بالعناصر الصغرى، أنا اللي يهمني الآن العناصر الكبرى والسلفات المغنيسيوم اللي هي من العناصر المتوسطة. يعني أنا أعتبر الكالسيوم من العناصر الكبرى طبعا في الزراعة المائية فقط، يعني أما في الزراعة التقليدية فهو من العناصر الوسطى يعني. طيب، فإذا أنا ما أريد بقية العناصر، وضعت أصفار صفر 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 صفر، فقط وضعت إيش؟ وضعت الإس اللي هو الكبريت، لانه ضروري اضعه لانه راح استعمل بعض التراكيب املاح السلفات ففيها كبريت فلازم احسبه. وعندي المغنيسيوم لانه سلفات المغنيسيوم، وعندي الان والبي والكي، وايضا انا وضعت الحديد لانه الحديد ايضا هو يعني من العناصر المهمه، وايضا حتى كمثال للعناصر الصغرى. طيب، حسب تراكيز كوبر وسويت قاعدة بيانات للمركبات والعناصر المستخدمة. تلاحظون الآن أنا وضعت في الفيديو السابق وضعت مثال واحد، لكن الآن أنا وضعت مجموعة كبيرة. راح تتفاجئون وتقولون هاي كم MBK أكو؟ طيب، هذا هو هنا التسهيل، هذا الذي ترونه هو تسهيل الموضوع. ما معنى هذا الذي ترونه أمامك؟ طيب، أنا عندي نترات الكالسيوم تقريبا متقاربة في السوق. طبعا التراكيز تختلف، حينما أريد أن أنظر إلى التركيز الموجود عندي الآن لازم أمسحه كما مشرح في الفيديوهات السابقة، يعني أرجع هنا بعدين أأتي إلى اللي هو أنا وضعت العلامات يعني وأضغط على تحرير القيم. هذا التركيز المستعمل عندي هو B14.4 نيتروجين على شكل أيون سالب، 1.1 على شكل كاتيون موجب، وB19 كالسيوم. قد تجد في السوق قيم مختلفة، أنت لازم تضع القيم، يعني لا تقول نترات كالسيوم وانتهى الموضوع، لا، تختلف من منتج إلى منتج، فأنت تكتب القيم اللي، ولهذا إذا تريد تشتري لازم تكون القيم محددة، إذا ما وجدت القيم محددة لا تشتري. واضح كيف؟ طيب، هذا توضيح فقط يعني، والبقية كذلك. الحديد، ما يعني هو عنصر مستقل يعني. وعندي السلفات المغنيسيوم ايضا قد تجدها شويه مختلفه، وعندي الكلام سيكون عن هذه الامبيكيات. ارجو الانتباه الى هذا الموضوع بشكل جيد. هذه الامبيكيات ما معناها؟ انا اذهب الى السوق، اذا كان انا عندي يعني اسمده كثيره اعتمد على الاسمده اللي عندي، او اذا ما عندي اذهب للسوق. مثلا عندك محل صديق، تروح تقول له ايش عندك MBK، يقول لك عندي كذا وكذا وكذا، انت تمسك ورقه وقلم وتسجل، تقول يوجد في السوق MBK 10 40 10، يوجد في السوق MBK 12 10 36، عندك 12 12 36، 12 12 44، 13 2 44، 18 44 0، 20 5 5. هذا اللي انا اللي وجدته عندي، هي هاي الاسئله كتبتها. انت عندك بعد تكتب عادي، ما في مشكله، ولازم تعرف طبعا يعني هاي موجوده التراكيز. اذا في TE ايضا تكتبها عندك، لكن الان انا سوف لن اتحدث عن TE، انا اتحدث عن MBK، تكتبها عندك. اذا انت الان
الآن تشتغل، تأتي إلى البرنامج وتضيف هذه الأمبكيات اللي كتبتها بالورقة في البرنامج واحد واحد بنفس الطريقة اللي شرحناها سابقا، تضيفها عندك وتدخل قيمها بالبرنامج. لو أردنا نأخذ مثال مثلا هذا 12-12-36 اللي يستخدمه أكثر شيارة وجماعة، رجعت الآن أريد أشوفه، لاحظ عندي سميته MBK 12 اللي هو النيتروجين 12، قد يعني قد يكون 11 وهذا قد يكون واحد، يعني حسب ما موجود عندك تكتب. أنا هذا كمثال، يعني عندي الفسفور 12، عندي هذا 36، وإذا عندك عناصر صغرى أيضا تكتبها، لكن مو موضوعنا اليوم، هذا موضوع آخر تطوير سميته بي، لأنه كما قلت لك البرنامج يأخذ عكس ما إحنا نعرف، يعني يشتغل مثل كطريقة نبتة، شركة نبتة الأي الكالسيوم تحطه بأي محلول أي السمي، والإم بي كي وجماعة تحطه بمحلول السمي بي، عكس ما إحنا نعرف يعني متعارفين على العكس. طيب إذا أنا كتبت المعلومات هذه تخليها دائما 100 100، هاي دائما أنا أخلي 100 100. وطبعا شرح هذه مسألة ثانية الآن، طبعا هذا كمثال، والبقية أيضا كذلك أنا أضفتها جميعا. طيب يعني أنت تتصور أنه أنت عندك بالبيت هاي الأسمدة كلها موجودة عندك، تصور لو أنه يأتيك إلى البيت شخص متخصص جدا ويعني بارع جدا ومتقن لهذه المسألة بالأسمدة، جاك للبيت راح تقول له فرصة هذه ثمينة، ما دام أنت جيت أنا عندي هاي الأسمدة، عندي هاي الأسمدة وعندي هنا بمحلول الكوبر تحدد أنه هاي التراكيز المطلوبة BBM في ألف لتر، هاي التراكيز المطلوبة أنا أريد أن أحصل على هاي التراكيز المطلوبة، يعني محلول ألف لتر مثلا أو إذا تريد تسويها يعني كيفك، بس أريد يكون BBM مال النيتروجين مثلا هنا 200، مثلا الفسفور أريد يصير 60 BBM، والبوتاسيوم أريد 300، المغنيسيوم أريد هكذا يعني. فأنا عندي هاي الأسمدة، شلون أستطيع أن أحصل على هذا المحلول بهذه المواصفات الدقيقة، بهذه المواصفات الدقيقة؟ ها طبعا التي دي اس ما راح يقيس لك كل واحد منفصل، راح يقيسها شيء على شيء المجموع، لكن لا انت بهذا البرنامج راح تعرف مو فقط كم بي بي ام المحلول، وانما كل عنصر كم بي بي ام في هذا المحلول. لاحظ الدقة، يعني لاحظ التفاصيل، لا تنظرون الى هذه الارقام، هاي الارقام فقط، هاي الارقام قديمة يعني. طيب أنا عندي هذه الأسمدة وأريد أطلع هذه البي بي أمات، فهو راح ينظر راح يقول لك والله هذا الام بي كي ها هذا يفيدنا، هذا ما يفيدنا، هذا ما يفيدنا، هذا يفيدنا، هذا ما يفيدنا، فأنت راح يقول لك هذا شيء ما نريده، هذا أبعده، ما يعني ما نريده، ما نحتاجه، هذا ما نحتاجه، هذا ما نحتاجه، هذا نحتاجه، هكذا. وبعدين يقول لك هذا يصفي لك مثلا 3-4-2 البقية ما يحتاجين، هاي 3-4-2 راح يقول لك من هذا تأخذ 10 غرام، من هذا تأخذ 100 غرام، من هذا تأخذ 50 غرام، من هذا تمام ولا لا؟ أليست الأمور تجري هكذا؟ طيب وخلاص ويقول لك تفضل، وأنت راح تقول له جزاك الله خير، بارك الله بك، يعني شيء خيال. البرنامج يقوم بهذه العملية، أنت لاحظ كيف؟ البرنامج سيقوم بهذه العملية، ما يحتاج يجيك دكتور متخصص بروفيسور، ما يحتاج، البرنامج سيقوم لك بهذه العملية. كيف؟ أنا طبعا صار لي عدة أيام أبحث في هذا الموضوع وأطبق وأجرب إلى أن توصلت إلى النتيجة النهائية. النتيجة النهائية بعد ما أضفت كل شيء، وإذا تريد بعد تفاصيل عن كيفية الإضافة راجع الفيديوهات السابقة، ضغطة زر واحدة، هذه ما عليكم بهذه فقط لمسألة سابقة، هذا ما يخصنا الآن، أضغط هذا الزر، ماذا قال لي البروفيسور؟ قال لي حاضر تأمر، تعال معي انظر، عندك الـ MBK 18-44-0 هذا شيله، هذا ما نريده ابعده، يقول لك تعال، وعندك الـ 20-5-5 ما يفيدنا. طبعا على فكرة الآن بدون ما هو يقول لي أنا أعرف النيتروجينات العالية ما نحتاجها، لأنه أكثر الأسمدة اللي عندي بها نيتروجين عالي أكثر من اللازم، راح يعدد لي النيتروجينات العالية أنا أدري. قل له صار، يقول لك وبعدين عندك ال 30-10-10، طبعا انا اقول له صار يعني بعدين انفذ، مو الان، اقول له خلص كلامك وانفذ. قال لك وعندك ال 30-10-10 هم يفيدنا، لا، يقول لك خلاص شيلهن ذني وارجع لي بعدين نكمل كلام، ولا صار راح اشيلهن.
طيب شنو اللي قال لي عليهن؟ ما هن الانديكيات اللي قال انا نسيت ارجع الى هنا؟ هذا اين الانديكيات اللي امامها صفر؟ هذا واحد منهم 18.44 صفر. يعني ايش هذا؟ اشر عليه واقول له ديليت، رجعته للمخزن. طيب الثاني عندي 20.55 اللي هو هذا، ايضا اشيله. وعندي الثالث 30.10.10 ايضا، قال لي هو قال لي البروفيسور قال لي هذا ما يفيدك، صار شلته. طيب خلصت الان، ارجع عليه اقول له يابا اخونا بالله انا خلصت، شلت الامبيكيات الثلاثه اللي قلت لي عنها. يقول لك طيب خلينا ننظر مره ثانيه، تضغط على هذا. الان ماذا قال لك؟ قال لك الان امورك ماشيه، انت عندك هاي الامبيكيات فقط اللي تحتاجهم، ما طلع لي اي خطا. طيب ما هي النتائج؟ قال لك اذا استعملت هاي الامبيكيات، طبعا لا تتفاجئون تقولون كثيره بعدين راح نقللها، اذا اقول لك اذا استعملت هاي الامبيكيات راح تحصل على 200 نيتروجين. عجيب، طلع عليها 200، حتى مو 199 ولا 201. بس ايش اعطاني؟ اعطاني فكره، قال لي بس خلي في بالك هاي الاسمده ترى بيها النيتروجين نوعين مو نوع واحد، انت حددت لي بس السالب، ترى بيها ايضا بيها موجب اللي هو 9.842، بيها موجب. قل ها طيب لحظه، اذا خليني اصحح، خلي لك هنا 10 مثلا وهاي سويها 190 حتى تتقيد بالقيمه اللي طلبها كوبر، هو طلب 200 فراح توزعها انت ال 200 لانه كوبر ما قال لك موجب وسالب، ما فصل لك، لكن هذا البروفيسور فصل لك، هذا يعني ادق من موضوع اللي تحدث به كوبر. كوبر بس قال لك 200، ما قال لك سالب وموجب، لكن هذا متخصص اكثر، قال لك ايش؟ قال لك ترى بيها سالب وموجب. قل له طيب بما انه هذا 9.8 بالعشرة يعني 10، وهذا ال 200 سوي 190 حتى يصير المجموع 200. قل له هاي سويناها مثل ما انت تريد. قال لك عندك الفسفور 60 مضبوط، البوتاسيوم 300، المغنيسيوم 50، والكالسيوم 170، بقى عندك بس الكبريت شوي بينقص، يعني هذا 66 هو 69، 2 بي بي ام. لاحظ الدقه، يعني خيال. طيب مضبوط، بس على شرط انه هاي الاسمده مثل ما هي مكتوبه هي صحيحه، يعني مو مغشوشه. يعني تقول له طيب ممكن طلب ثاني نطمع شوي بكرمك؟ يقول لك تفضل. قل له طيب هذه شويه هاي اسمده كثيره، يعني انا اذا ابي للسوق اشتري هذا وهذا وهذا وهذا، الامبيكيات هاي كثيره، هاي ما تختصر، لكن هاي امبيكيات كثيره، يعني 6 امبيكيات اشتري من السوق حتى اسوي محلول؟ يقول لك والله اذا تريد الدقه يعني المتناهيه استعمل ذني. قل له يا اخي مو المساله ليست بهذه الدقه، يعني انا اذا قلت هنا 190 اذا طلع 180 او طلع 200 ماكو مشكله، لانه اصلا هي بها زياده ونقصان على حسب مراحل النمو على حسب النبات، يعني ما نحتاج هذه الدقه المتناهيه. يقول لك اذا تريد تعمل هذا انا اعلمك على طريقه ممكن تختصر بهذه القيم وما يطلع عندك هنا فرق قليل جدا. ما هي الطريقه؟ شوف انا فكرت بطريقه ذكيه. تذهب الى الموازين هذا، تنظر عندك، طبعا هذا عندك ايش؟ هذا الكالسيوم، عندك تنظر الى الامبيكيات فقط، يعني هذا الحديد والكالسيوم والبقيه امبيكي. تنظر الى الامبيكيات، اقل وزن اي واحد منهم، اقل وزن راح تلاقي اقل وزن هو 5.807 اقل وزن. هذا الاقل وزن يعني غير مهم شيله، اللي هو 10.40.10 10.40.10 هذا اعمل له ديليت. طيب بعده ايش؟ انت راح تقول اي واحد انا نزلته 10.40.10 تمام، اللي هو كان هذا 10.40.10 اللي هو 5.800، اي واحد اقرب له شوي اكثر منه. لاحظ عندك ايش؟ عندك هذا ال 92، هذا مو ام بي كي، هذا حديد ما لك علاقه به. عندك اقرب واحد الى اللي هو 90، هذا ايش هو؟ 12 12 36، خلي تزعل يارا، 12 12 36، 12 12 36، اين هو هذا؟ هذا ازلنا، اذا كان 82. اي واحد اي رقم اكثر منه بس اقرب شيء له 82 اللي هو 102 تمام، 102 اقرب شيء له هذا.
اللي هو 13-2-44. 13-2-44. لنفترض أنا أردت أن أتأكد، يعني ربما صار عندي خلل، إذا صار عندي خلل لازم أرجع فأتأكد. وبما أن عملية التأكد مو صعبة، أنا صفة عندي هذا، راح أقول له بالله يا بروفيسور، أرجع على هاي، أقول له يا بروفيسور تعال أنا صفيت، هو صفى لك ثلاثة مثلا، قال لك خلينا نشوف، قل له يا بروفيسور شوف لي هذه تعطيني نتائج مقبولة ولا لا، يقول لك ماشي نفذ، قال لك ما في مشكلة، خلينا نشوف التراكيز، النيتروجين نفسه السالب، النيتروجين الموجب نفسه، البوتاسيوم نفسه ما شاء الله، الكالسيوم نفسه، المغنيسيوم نفسه، العفو الفسفور نفسه، البوتاسيوم نفسه، المغنيسيوم، الكالسيوم، وهذا نفسه بقى يعني هو من الأول كان شوي قلنا فيه قليل، يعني اختلف يعني شيء رمزي لا يكاد، ما صار عندي اختلاف، يعني ما صار عندي اختلاف، يعني أنا أطمع أن أقلل بعد، خلي أقلل بعد وأشوف. طيب الآن عندي كم MBK؟ عندي 1 2 3، تمام؟ أي واحد هو أقل شيء بيهم؟ طبعا عندي هذا الـ MBK 57، أنا يبدو أنه ما انتبهت عليه من الأول، اللي هو إيش؟ اللي هو 12 10 36، إما يجوز أخطأنا وشلنا واحد آخر ما في مشكلة، المهم أنتم عرفتم الفكرة شلتوا. طيب راح أنفذ، أرجع على المين بيج أنفذ أشوف صار عندي اختلاف، قال لي ما عندك مشكلة، شوف بدأ صار عندي اختلاف، بس الاختلاف إيش؟ يعني نصف بي بي إم يعني من نيتروجين نصف بي بي إم، مو بي بي إم واحد، نصف يعني لاحظ. طيب وهذا الفسفور بقى نفسه، الكالس البوتاسيوم بقى نفسه، المغنيسيوم نفسه، الكالس يعني ما اختلف عندي شيء، اذا اعتقد لا الان، لانه اذا رجعت راح الاقي الارقام متقاربه، يعني معنى ذلك انه اذا صار اذا شلت واحد منهم راح يصير عندي اختلاف كبير، فانا صفيت على 2 MBK خلاص. وطبعا هذا على فكره انتبهوا جيدا، يعني انا عملت لكم خطوه سحريه وهي الغاء نترات البوتاسيوم، انا كان ممكن اضيف نترات البوتاسيوم، بس انا تقصدت ان اضرب عصفورين بحجر، اعلمكم الطريقه وايضا كيف تستغنون عن نترات البوتاسيوم، بعد ايش تريدون؟ الان صفيت على 2، لو انا الان اردت ان اجرب، يعني لو فرض لو شلت واحد من هاي الاثنين، عندي خلل بكرت الشاشه لان عندي رجفه، لو شلت هذا اللي هو 6 6 43 راح يصير عندي خلل هنا، راح اقول نفذ شوف الخلل هذا ما صار به خلل كبير، زاد، بس ما دام زاد هذا يعني معناته عندي مشكله بالبوتاسيوم اكيد. راح نشوف عندي الفسفور زاد وعندي البوتاسيوم نقص والكالسيوم كان ايضا نقص، شوف يعني ما استطيع ان احذفه، يعني لازم ارجعه. ايش هو كان؟ اعتقد هذا، لانه انا سهران جدا تعبان يعني، اي هو هذا خلاص، هذا او غيره يعني المهم. فاذا بهذه الطريقه، طيب انا اسال سؤال، ماذا تريد اكثر من ذلك؟ يعني ايش تريد بعد؟ اكبر خبير بالاسمده ما يستطيع يعمل لك هذه هاي النتائج، ولا يعرف يطلعها ولا يعرف يعني من نفسه، يعني ما يستطيع اصلا، هاي طرق مبتكره. وعلى فكره طبعا هذه طريقه الحسابات، هذه انا شرحتها في الفيديوهات السابقه القديمه قبل ما يجينا هذا البرنامج، انا استنتجت طرق وحسابات مبتكره من عندي استنتجتها بحيث استطيع ان استنتج واعرف كم تحتاج بنفس ما عمل البرنامج، لكن البرنامج سهل الموضوع، بدل ما تعمل حسابات بإيدك هو يعمل لك هذه الحسابات. فإخواني يعني بعد هذا الشرح أرجوكم، اللي شاف نفسه أنه ما فهم يعيد، يستحق والله، أنا من ناحيتي لو أنه أنا ما كنت أعرف هذا الشرح، واحد شرح لي هذا الشرح، عندي استعداد أعيد الفيديو 20 مرة في سبيل أن أفهم، لأن هذا الكلام هو كنز ثمين، ويعني ممكن الاستفادة منه من المبتدئ إلى خبير الخبراء، يمكن أن يستفيد من هذه العمليات اللي إحنا نشوفها بسيطة جدا، لكن هي أعطتنا نتائج فوق الخيال في الدقة
وفي المرونة وحسن التصرف. أنت أخذت ورقة طويلة، قائمة طويلة من أبو المحل، وتروح لها ثاني يوم تقول له أنطيني بس هاي الاثنين، يعني راح ينظر إليك يقول لك معقولة بس اثنين؟ كيف؟ تقول له خلاص، من علمك؟ كيف عرفت أنت؟ كيف توصلت إلى هاي الدقة؟ تقول له هذا موضوع خاص. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الدرس، يعني إن شاء الله هو درس قيم، ولو شهادتي بي مجروحة لأن أنا صاحب الدرس ما أستطيع، ما حتى لا يكون مدح للنفس، لكن هذا بفضل الله تعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق وأن يكون خالصا لوجهه الكريم. وأي سؤال في هذا الموضوع أنا حاضر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.